يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وأحضر إلى هذا الدرس مبكراً، وأقوم بإنابة شخص ثقة للإمامة، وحصل بيني وبين مراقب المسجد نقاش حيث إنه أتى ولم يجدني وقت الدرس، فقلت إنني أحضر درسكم، فأنكر علي ونقل عن فضيلتكم أنكم لا ترون هذا وتعنفون على من فعل هذا وترك مسجده لحضور الدرس، فهل ما نقله صحيح أم أن فعلي هو الصحيح؟ أنا ما أذكر أني قلت هذا، أنا أقول إذا وجدت من يقوم بالواجب فإنك تنيبه وتحضر الدرس، لأن هذا عذر، هذا عذر شرعي، فإذا وجدت من يقوم بالواجب وهو كفء للإمامة فإنك تحضر الدرس، هذا الذي أقوله. أما أني قلت أنه أني عنفت هذا ولا هذا، لا، هذا ما أذكر أني قلت شيء منها. أنا أعنف على الذين يغيبون عن الإمامة بدون عذر شرعي، إلا من باب الكسل، يجلس في بيته ولا ينام على فراشه ولا يروح يتنزه ويخلي المسجد، هذا اللي أنا أقول. أما من يتركه لعذر شرعي، لمرض مثلا أو لسفر لحاجة أو لحضور درس ويجد من يكفي للإمامة، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم، وليت المراقبين يتحركون على تفريط الأئمة والإهمال الحاصل في المساجد، لكن ما شفناهم، ما شفناهم إلا سام في هذه المسألة. نعم.